عليكم. وعليكم السلام يا فجاج. بتقول ايه يا جلال؟ وعليكم السلام يا سيد الناس. وعليكم السلام يا هوجن. وردة وردة، انت هنا بتعملي ايه؟ وعربيه مين دي؟ اركب بس وهقول لك على كل حاجه. اركب. شوف ورده اللي بهلوك كان دفنها بالحياه، ربنا نفخ فيها الروح ازاي. لا 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 لا، يا ورده يا ورده، ايه كل ده؟ دي غاليه قوي، انت جبتي الفلوس دي من ايه؟ انا قلت لك تعالى معايا وهنتمرمخ في العز. في العز؟ ورده، هو انت سرقت يا بابا هلول؟ سرقت ايه يا هوج؟ ما تفوق بقى، الدنيا عماله تلطش فيك وانت ايه؟ ما بتتعلمش. انا ماشي. ماشي ايه؟ تعالى بقى تعالى، مفيش مشيان. هو انا حافين وانا كل ده عشان تقولي عاوز تمشي؟ تعالى يا هوج. هتسيب العز ده كله لمين يعني؟ اقعد اقعد يا وردي. احب على ايدك سيبيني امشي، اني ورايا هم ميت لم انت ما تعرفيش عنه حاجه. اني اصلي غارز مع راجل كبير قوي، ولما شفتيني نازل من البيت اني كنت رايح الجامعه استخير ربنا اعمل ايه. انا عارفه الحوار كله يا هوج، كمال اللبات صح؟ عارفه من ايه؟ الراجل ده عاوز منك ايه؟ عاوز مني مش اسمها ايه دي، الفلاشه. الفلاشه وايه اللي هيحبسني انا ونوجي؟ اصله صورنا واحنا بنسرقه. خد يا هوجن الفلاشه اهي. انت جبت البتاعه دي من ايه؟ فاكر يوم المخزن؟ ورده خاينه ملهاش امان وبتضحك علينا احنا الاثنين. عشان نرجع زي زمان انا وانت يا هوجن. انت يا ابني انا ابا مهلوك. فاكر هوجن؟ يا حبيبي رجع الحاجه دي للراجل يا هوجن واخلص منه. انا سالت عليه واتقصت، عرفت انه راجل كبير قوي وتقيل. قول له انك لقيتها على الارض ومحدش شافها ولا دري بيها. تسلمي لي يا وردي.